أصبحت القوات العراقية وقوات مكافحة الإرهاب الخاصة على بعد مئات الأمتار من مدينة الموصل آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، ودخلت الكتيبة الذهبية من القوات الخاصة إلى بلدتي أوقجلي وبزوايا، فيما نفت مصادر عسكرية عراقية رفيعة دخول وحداتها لمنطقة الكرامة. الخطة هي كالتالي: الآن نحاول نغلق على داعش من كل مكان، وإن شاء الله نقطع رأس الأفعى. أنا يعني أنبئ جميع المواطنين في نينوى وفي الموصل بالذات أنه سنقطع رأس داعش، هؤلاء الأبطال سيقطعون رأس داعش، سنحيط بهم من كل مكان، ليس لهم مخرج، ليس لهم مفر، ما عليهم إلا الاستسلام، أما يموتون أو يستسلمون. ميليشيا الحشد الشعبي سيطرت على قرى تابعة لمنطقة حمام العليل من الطرف الجنوب الواصل إلى تل العفر. إلى ذلك فر المئات من العراقيين بقرية أبو جربوع التابعة لناحية بعشيقة وسط المعارك بين داعش والقوات الكردية البشمركة، وقدر عدد الفارين بأكثر من 150 عائلة من قرى أبو جربوع وخورس باط وغيرهما، وقدمت البشمركة لهم المساعدة والماء والغذاء.